لأن عمري رحمة مع الحق عشان أنت حسن حسد الحسن من فيديوهاته والرسول فهم بطبيعته بيروح معايا كل حتة. ده امبارح كان معايا في فرح وبص على بس المباشر لقيته جاب 700,000 عشان أنا موجود فيه مش عشان اسمعني ناسي. انت ما انت مش متابع كل فيديوهات النهارده؟ اه عظيم. انت رائد الان كل العالم بيتفرج على عايزك تاخد بعضك تمشي كده اي واحده قديها ولا اي واحد ما تعرفه ليه هتقول لك ده يوم بيجي يعمل ايه ولا بيروح فين ولا بيجي منين ولا بياكل ايه ولا بيشرب ايه. شوف بقى انا صوت عايز اقول لك قانون لله ويا رب ما يتعب حد عليك الله وعلى علاقه و حول السبب وراء وفاة نجل المطرب الشعبة إسماعيل الليثي في حادث مأساوي أثار الحزن في قلوب الكثيرين. أعلن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وفاة نجله رضا بعد سقوطه من الطابق العاشر في إحدى المناطق السكنية مساء السبت، الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث ولاقت اهتماماً واسعاً من جمهور الفنان الشعبي وزملائه في الوسط الفني. كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة سبب وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثي البالغ من العمر 9 سنوات، حيث تبين أنه أثناء لهوه اختل توازنه وسقط من الطابق العاشر بمنطقة المنيرة الغربية ليلقى مصرعه متأثراً بالإصابات التي لحقت به وفشلت محاولات إنقاذه. واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل ولم يشتبهوا في وفاته جنائياً وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط طفل من عقار في المنيرة الغربية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل يدعى رضا يبلغ من العمر